تحدثنا في البداية عن القولون العصبي وهذا الموضوع، أنه هناك العديد من الأشخاص المصابين فيه. ما بدنا نحكي كثير ناس، بس يعني من بين يعني لما تلاقي واحد عنده قولون عصبي. أنا هتحدث مع الدكتور غاندي العمايري، استشاري جراحة القولون والمستقيم في مستشفى البشير، تحدث عن هذا الموضوع، كيف نتأقلم معه تحديدا الأشخاص اللي انصابوا فيه. صباح الخير دكتور. أهلا وسهلا. صباح الخير وشكرا على استضافتي هذا البرنامج. أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا فيكم. نعم، مهم الموضوع جدا. بداية بس نعرف القولون العصبي وأين يقع يعني، وما هي الأعضاء المتصلة أيضا بالقولون العصبي. بس لو بدنا نتحدث عن القولون العصبي، في كل طلعاتنا في كل أفراحنا ما بتسمع إلا واحد بيقول لك أنا معي قولون عصبي. صحيح. واحد بصير خلاف بينه وبين بصير خلاف بينه وبين مرته، بقول له لا تثيري علي القولون العصبي، فبالكل بيحكي عن موضوع هذا القولون العصبي. هسه كتعريف بسيط، هو تغيير في نمط حركة القولون. فبصير هذا التغيير، لما يصير هذا التغير في حركة نمط القولون، إما بيعمل إمساك، يا إما بيعمل إسهال، يا إما بيعمل نفخة في البطن. نعم. المرض شائع خاصة في هاي الفترة، لأنه نمط حياتنا تغير، تغير باتجاه نحو السلبية. السرعة، الأكل الجاهز، العصبية، البرسوناليتي إيه. فكلنا هذا الموضوع، كل ما تغير نمط الحياة كل ما زاد نسبة الإصابة بهذا المرض. دكتور، يعني خلينا نتحدث عن تغيير وظيفة حركة القولون، قديش بتأثر على المريض وكيف بدنا نتأقلم مع هذا التغير؟ هسا أول شيء بدنا نعرف ليش صار القولون العصبي. في فرضيات كثيرة وهي الفرضيات مختلفة. أكثر فرضيتين مقبولات اللي هي فرضية اللي هي البكتيريا النافعة الموجودة في القولون. تمام. بحيث أنه وجدوا الناس اللي عندهم قولون عصبي نسبة البكتيريا النافعة أقل من الناس اللي ما عندهم. أوكي. النوع الفرضية الثاني ألا وهي أنه النواقل العصبية، في بصير خربطة في النواقل العصبية في جدار القولون. في عوامل عدة أدت لهذه الفرضيات. أول واحد العوامل اللي هو نمط الأكل، بحيث أنه رحنا للنشويات، الأكل الجاهز. الشغل الثاني نمط الحياة، صرنا ننتبه للنمط السريع، ما ناس بيمشي دائما سيارتك بالصف على باب المحل، مستحيل تمشي 5 دقائق 10 دقائق يومي. بالاضافه اللي هو الابيوز او الاستخدام الخاطئ للمضاد الحيوي، لو على اي صيدليه هسه بقول له بتعطيني مضاد حيوي، بعطيك احسن انواع المضاد الحيوي. هذا الاستخدام للمضاد الحيوي اثر على موضوع البكتيريا النافعه، بحيث انه قتل هاي البكتيريا النافعه الموجوده في القولون. نعم. فادى لها زيادة في الإصابة في القولون. يعني هي مجموعة عوامل دكتور بنقدر نحكي، بالإضافة بأنه أيضا في هناك يقال، وأنا حاب أتأكد منك، أنه عامل وراثي للموضوع. ما في موضوع القولون العصبي ما في عامل وراثي. نعم. هو أكثر شيء متعلق في موضوع المكتسب، مرض مكتسب. مكتسب. يعني من هاي العوامل اللي حكينا فيها، والعوامل معظم العوامل اللي حكينا فيها هي عوامل يمكن تغييرها. نعم. نظام أسلوب حياة صحي 100%. وطيب دكتور نحكي عن آلية التشخيص، لأنه القولون العصبي بتشابه مع أعراض أخرى، أمراض أخرى أيضا. هاي بالنسبة لي أهم شيء. نعم. إنه في استخدام خاطئ لكلمة القولون العصبي ومرض القولون العصبي. كفحص سريري أو فحص مخبري إن نشخص القولون العصبي ما في. عادة التشخيص يتم باستثناء الأسباب الأخرى. مريض معه إمساك، بدنا نعرف ليش سبب الإمساك. إذا عملنا كل الفحوصات واستنتجنا أنه ما في سبب لهذا الإمساك، بإمكان نحكي أنه عنده قولون عصبي. كمان نفس القصة، نفخة البطن، بنستثني أسباب نفخة البطن. إذا استثنينا الأسباب وقلنا ما في سبب لنفخة البطن، نحكي أنه هذا المريض عنده قولون عصبي. هسا المجتمع الجراحين القولون الأمريكيين والأوروبيين عملوا صفات سموها صفات روم لتشخيص القولون العصبي بعد استثناء الأسباب لهذه الأعراض. فما بيجي واحد بفتي وبقول لك إنه معك قولون عصبي هيك، لأنه هذا الاستخدام الخاطئ أدى لشغلات كثير سيئة بالنسبة للمرضى، خاصة المرضى اللي معهم سرطان قولون. يعني كثير من المرضى اللي براجعوني معظمهم بيكون السرطان متقدم. طب ليش؟ بقول لك والله يا دكتور أنا إلي 3 سنوات أو 4 سنوات بتعالج على أساس إنه قولون عصبي. كل ما أروح لواحد بيعطيني وصفة دواء مختلفة، وصفة أعشاب مختلفة، صرت أخاف أكل إشي معين بدون ما أعمل أي فحص إنه بين معي شو هذا السبب. فكثير من مرضانا، وهاي مشكلة ودائما بحكيها، مشكلة في المجتمع الأردني، ما تستخدم اللي هو القولون العصبي بالشكل الخاطئ. بجوز يكون المريض معه سرطان قولون، يمكن علاجه بسهولة وببساطة،
أنت في كلمة القولون العصبي خليت المريض يتحول من المرحلة الأولى والثانية للمرحلة الرابعة اللي ما إلها علاج. دكتور طب كيف بدنا نتأقلم مع هذا المرض؟ كيف بدنا نعيش حياتنا وفي عندنا قولون عصبي؟ اللي هو السؤال اللي هو الأهم والأهم بالنسبة لي، مريض معه قولون عصبي، شو كيف بدنا نتأقلم بهذا المرض؟ إنه نرجع لطبيعة حياتنا الأصلية. آبائنا جدودنا كان الكل يمشي، أوروبا المعظم بيمشوا، لذلك نسبة اللي هو الإصابة في القولون العصبي في هاي المناطق أقل من بلادنا الموجودة هون. إحنا صرنا نعتمد على السرعة، بحيث مثل ما حكيت لك قبل، واحد معه سيارة مستحيل إنه إلا يصف على باب المحل. صحيح. نوعية الغذاء دكتور قديش لها دور؟ طبعاً نوعية الغذاء، نرجع للأكل الصحي. أنا ما بطلب إنه والله 100% أكلك يكون صحي، لأنه في 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 في, في إحنا الأردنيين بنحب الأكل. بس من فترة العشاء نبعد عن النشويات، عن السكريات، يكون عشانا قبل النوم تقريبا 3 ساعات. نعم دكتور، ذكرت خلال حديثك عن عملية التشخيص وكيف ممكن نشخص القولون العصبي واستبعاد أي أمراض أخرى، هل المنظار في هذه الحالة يعني هو الحد الفاصل أو الحكم في موضوع القولون العصبي؟ طبعا أكيد، أنا دائما أي مريض بيجيني وبيحكي لي دكتور أنا معي قولون عصبي، بطلب منه شغلتين. الشغل الأولاني إنه يعمل تنظير سفلي للقولون، بحيث إنه بستثني الأسباب تاعت الإمساك والنفخة. والشغل الثاني إنه بطلب منه يعمل صورة تلفزيونية للمرارة، لأنه واحدة من الأعراض النفخة سببها إنه يكون حصف المرارة. بعد ما استثني هاي الأسباب بتم معالجة على أساس إنه معه قولون عصبي. نعم. دكتور، هي الأدوية هي الملاذ الآمن ولا لا؟ إذا ممكن إحنا تأقلمنا بحياتنا وأكلنا أكل صحي وعش يعني مارسنا حياة صحية نقدر نستغني عنها. هسا آخر خط لعلاج القولون العصبي اللي هي الأدوية اللي بنحكي فيهم. ومعظم الأدوية هي أدوية إحنا بنسميها طبيعية. اللي هو نعطي المريض ألياف نباتية. تمام. بيستخدمها يوميا. بالإضافة في موجود أدوية بكتيريا نافعة نعطيها للمريض. هاي معظم أدويتنا اللي نعطيها للقولون العصبي. نعم دكتور، القولون العصبي بصاحبه زي ما ذكرت غازات نفخة وأيضا أعراض أخرى، بهاي الحالة حتى في بعض الأحيان ما بعرف إذا بيرتبط في الارتداد المريئي أو مشاكل في العسر الهضم أو نغزة القلب وبتروح لتخطيط قلب وأمور أخرى. هسه في شغلة أحكي لك إياها، وجود القولون العصبي اللي منه يعمل نفخة بيزيد الضغط داخل البطن. نعم. هذا زيادة الضغط داخل البطن بيعمل ضغط على المعدة فبيصير الارتداد المريئي. الارتداد المريئي أعراضه زي أعراض الجلطة، وكثير مرضى بيروحوا على المستشفى على أساس أنه معه جلطة. صحيح. وبعمل تخطيط وبيروح على طبيب قلب وبعمل إيكو وبعمل حتى قسطرة وآخر شيء بيطلع طبيعي. فبالنسبة للقولون العصبي له علاقة في هذا الموضوع. نعم. دكتور، هيك في نهاية هذا اللقاء نصيحة للمتابعين بخصوص هذا الموضوع. أهم نصيحة ودائما بحكيها لمرضانا، ما تستخدم كلمة القولون العصبي وتغفل عن الموضوع هذا، لأنه في كثير من الأمراض الجهاز الهضمي إذا تم تشخيصها في وقت مبكر يمكن علاجها. نعم. يمكن علاجها بطريقة صحيحة، يمكن علاجها بالمنظار. يعني تخيل جراحة القولون هلأ تحولت لجراحة صحيح بالمنظار. صحيح. بدل اللي هو العمليات التقليدية. فأنت كثير بتفوت على حالك في كلمة قولون عصبي تسمعها. صحيح. من شخص أو من قريب يقول لك انه معك قولون عصبي. صحيح نعم صحيح. يعني دكتور نشكرك على وجودك معنا اليوم وعلى هذه المعلومات القيمه، وان شاء الله دائما تكون اعصابنا هاديه عشان القولون العصبي يكون كمان هادي. صحيح. شكرا لك. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا.